بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم إخواني الكرام عن التحفيز الذاتي. ماذا نقصد بالتحفيز الذاتي؟ وما هو التحفيز الذاتي؟ التحفيز هو الدافع لاتخاذ سلوك معين أو إيقافه أو تغيير مسار هذا السلوك، وهو شعور داخلي لدى الفرد يولد فيه الرغبة لاتخاذ نشاط أو سلوك معين يهدف من خلاله الوصول لتحقيق أهداف معينة. كل سلوك يمارسه الفرد إنما هو في الحقيقة نتيجة دوافع داخلية تنبع من داخل الفرد وإحساسه أن هذا الفعل يشبع احتياجاته غير المشبعة. أريد أن أسرد قصة في البداية حتى ندلل بمعنى التحفيز ونوضح هذا الفعل. زار أحد المعماريين ورشة للعمل، وجد بعض العمال يعملون في تكسير الحجارة ونحت الحجارة وتشكيلها بشكل محدد لوضعها في البناء. سأل الأول: ماذا تفعل؟ قال له: أكسر الحجارة. فالدافع الذي يقوم به هذا الرجل بتكسير الحجارة هو أنه يكسر هذه الحجارة من أجل راتبه الذي سيحصل عليه آخر الشهر. انتقل إلى الرجل الذي بجانبه والذي يقوم بنفس العمل يكسر الحجارة، فقال له: ماذا تفعل؟ قال له: نحن نبني مدرسة. إذن هنا تغير الهدف عند الشخص الذي يكسر نفس الحجارة ويقوم بنفس العمل، ولكنه يقوم بعمل بهدف أسمى وهو بناء مدرسة. هناك هدف من تكسير هذه الحجارة، ليس مجرد تكسيرها من أجل أن نقبض راتبا في آخر الشهر أو في آخر اليوم، إنما نكسرها لتأخذ شكلا معينا لنبني بها مدرسة. ثم نظر إلى الشخص الثالث وقال له: ماذا تفعل؟ قال: إننا نبني مجتمعا، نبني أمة، نبني المستقبل. فنظر إليه مستغربا، يعني كيف سنبني المستقبل من هذه الحجارة؟ قال: نحن نبني مدرسة ليبنى بهذه المدرسة أجيالا ويربى فيها أجيال، وهؤلاء الأجيال هم من سيبنون المستقبل، فنحن لا نكسر هذه الحجارة، إنما نحن نساهم في بناء المستقبل. تخيلوا هؤلاء الثلاثة والفرق الذي بينهم. الفارق بين الواحد والآخر منهم أن الأول يكسر الحجارة بهدف تكسيرها ليقوم بعمل يكسب منه راتبا، وهذا أمر جيد، ولكن ما هي معنويات الرجل الثاني الذي كان يقوم ببناء مدرسة؟ يقوم بناء المدرسة، فهو لا يكسر الأحجار من أجل الأحجار بل من أجل بناء مدرسة. فهذا الهدف الأسمى الذي أتى به أو الذي دفعه للعمل بدأ يجعله يتقن العمل أكثر، يحسن هذا العمل أكثر، يحدد ما الذي يهدف إليه من بناء من تكسير هذه الحجارة. ثم جاء الرجل الآخر بدأ يرى الأهداف العظمى من هذا العمل ويرى الأهداف المستقبلية. فالفرق بين الثلاثة أمر كبير جدا. الأول سيتعب بعد لحظات من شدة وزن الحجارة وتكسيرها ووزن المطرقة ومن غبارها، أما الثاني فسيستمر في العمل أكثر، أما الثالث فسيعمل حتى لو أشعر بالتعب فإنه سيستمر في العمل لأنه يقوم بهدف أسمى ألا وهو بناء المستقبل. إذن التحفيز هو إثارة رغبات واحتياجات أو تمنيات غير محققة يحاول الفرد العمل على إشباعها. فالتحفيز الذاتي يقصد به شحن وتقوية مشاعرك وأحاسيسك الداخلية التي تقودك للقيام بعمل يحقق أهدافك وتسهل عليك القيام بهذه المصاعب والمشاق. فإذن التحفيز الذاتي والمقصود به الذاتي لأنه ينبع من الداخل من المشاعر والأحاسيس التي تجعل
قيامك بالعمل إما متعة أو هدفا أو تصميما يزيل عنك التعب ويعطيك العزيمة والإصرار والإصرار بالقيام بما تريد. ما هي دوافع هذا السلوك؟ الدوافع دائما تكون داخلية أو خارجية. إذا كانت الدوافع داخلية فهي من ذات الفرد، من إحساسه بالمسؤولية، من إحساسه بالثقة بالنفس، من إحساسه بالظلم، من إحساسه بالقدرة على التأثير أو القدرة على القيام بشيء مهم. وقد تكون تأثيرات خارجية تخضع لتأثير البيئة المحيطة بالفرد. فالمحيطة التي نعيش بها، التي نعيش بها تحيط بنا، تؤثر بنا من أهل وأصدقاء وأقارب ومدرسة ومعلمين وزملاء عمل وجيران وأصدقاء في الحي، كلهم بيئة خارجية تؤثر في هذا الفرد. إن سلوك الفرد سواء كان سببا أو نتيجة إنما هو فعل أو رد فعل لشعور داخلي بضرورة تلبية رغبات واحتياطات معينة واحتياجات معينة قد تثيرها غرائز معينة. فإذا نحن نتأثر بمحيطنا، إما أن يكون المحرك داخليا وإما أن يكون المحرك خارجيا. فإن كان المحرك خارجيا فهو يحرك فينا غرائز نريد أن نشبعها وحاجات نريد أن نلبيها، من أجل ذلك يكون المحرك بكلا الحالتين المحرك الفاعل هو المحرك الداخلي. ومن هنا بدأنا بموضوع التحفيز الذاتي. لماذا نحفز أنفسنا؟ ما هو السبب؟ لماذا تحفز نفسك؟ ممكن نكتب بالتشات إذا أحببتم. ما الذي حفزك لتشاهد أو لتشاهد هذه المحاضرة؟ ممكن أن تكتبوا لنا في الشات. أستاذ عزاف، أستاذ صالح، شيخ محمد، دكتورة إيمان، أستاذ علي المنتصر. يا هلا بكم. ما الذي حفزك لتقوم بمشاهدة هذه الدورة؟ تطوير النفس، السعي للتطوير، طلب النجاح، زيادة الثقة بالنفس، كل هذه الأمور من الدوافع. متى نحتاج أو لماذا نحفز أنفسنا؟ عندما نشعر بانخفاض طاقة أو بأن نشاطنا البدني أو النفسي قل ولم يعد له أثر في تحقيق الأهداف التي نسعى لأهدافها، فنحن بحاجة إلى تحفيز أنفسنا. عندما تراودنا مشاعر بأنه لا داعي ولا جدوى من تحقيق الأهداف فنحن بحاجة إلى تحفيز أنفسنا. نحفز أنفسنا كي تشجعنا لمضاعفة مجهودنا والإسراع في تحقيق الأهداف. عندما نريد الإقدام على أي خطوة نرى أنها ناجحة ويصاحبنا إحساس بعدم القدرة على القيام بسبب الظروف والأمور المحيطة، نحن عندها بحاجة إلى تحفيز أنفسنا. ما هي التحفيز؟ ما هي آليات التحفيز؟ عناصر التحفيز الذاتي: الإعداد والتحضير. لا يمكن أن أحفز نفسي للقيام بعمل وأنا غير حاضر جسديا ونفسيا ومعنويا ومؤهلا لهذا التحفيز. بعد ذلك التدريب، علي أن أتدرب. إن كنت أحفز نفسي للقيام بزرع النباتات مثلا فعلي أن أتدرب على كيفية الزراعة. إن كنت أحفز نفسي للقيام بمشروع بناء علي أن أتدرب على مهارات البناء. إن كنت أحفز نفسي للقيام بمشروع تجاري علي أن أتدرب على أصول التجارة وأصول الحسابات وغيرها من الأصول.
أو المسائل المهمة. أيضا علي أن أكون مرنا، إذا أردت أن أحفز نفسي يجب أن لا أقف عند أول عقبة، يجب أن لا أتعثر بأول عقبة في الطريق، علي أن أسعى لأتكيف مع الواقع الموجود وأجد خطة بديلة مباشرة تحل لي هذه المشكلة التي ظهرت أمامي فجأة، ثم أنعطف عنها وأكمل المسيرة. فالخطة يجب أن تكون مرنة، وهناك عامل مهم جدا لا يمكن أن نتجاوزه أبدا في أي خطة، ولا يمكن أن يكون لدينا دوافع وحوافز مؤثرة إن لم يكن لنا متعة، إن لم نشعر بالسعادة، إن لم نحس بالفرح أثناء قيامنا بهذا العمل أو بهذا التحفيز. إذن عناصر التحفيز هي إعداد وتدريب ومرونة ومتعة وفرح حتى نستطيع أن نستمر في هذا العمل. نبدأ من الإعداد والتخطيط. يجب أن تكون لدينا خطة، لأنهم قالوا من لم يخطط فقد خطط للفشل، ونحن نعد ونحضر للنجاح. فإن كنا نعد ونحضر للنجاح فيجب علينا أن نعد خطة، وهذه الخطة يجب أن يكون لها أهداف استراتيجية، لأنها تحفزني لكي أقوم بخطوات عملية لتحقيق الأهداف. فإذا الخطوات العملية لتحقيق الأهداف يجب أن تكون وفق خطة واضحة، هذه الخطة لها آجال قريبة، لها خطوات قريبة ولها خطوات بعيدة، فهي خطة استراتيجية واضحة بالقيام بالعمل. بعد ذلك التدريب، يجب أن أتدرب على كيفية تحقيق الأهداف، على طريقة تقسيمها إلى أهداف بعيدة المدى وأهداف قريبة المدى كما قلنا، ثم نقوم بتجزئة الأهداف وتوزيعها على سلم زمني. إذا وضعنا خطة للصعود إلى الجبل وفي كل يوم قلنا غدا سنسير 5 خطوات، وفي كل يوم لا نسير خطوة واحدة ثم نقول غدا سنسير 10 خطوات، في اليوم الأخير سنكون لازلنا نقف في نفس المكان. إذن الخطة يجب أن يكون لها سلم زمني مرتب حسب الأولويات، ثم نقوم بشطب كل هدف أو إنجاز قمنا بتحقيقه. فالساقية الدائمة خير من النهر المنقطع. إذا كانت خطتنا واقعية قابلة للتكيف، نستطيع أن نقوم بهذه الخطة بجدولة الأهداف بقدر إمكاناتنا، بأن نثق بأنفسنا ونضع لهذه الثقة حدود واضحة ضمن جدول زمني، ونقوم بإنجاز موثق على الجدول، نقول لقد قمنا بهذا الهدف اليوم، غدا قمنا بهذا الهدف الثاني، بعد غد قمنا بالهدف الثالث. هذه الأهداف التي نقوم بها هدفا بعد هدف هي التي تبني لنا الثقة بالنفس، وتعطينا الشعور بالإنجاز، وتعطينا الشعور بالفرحة. إن كل إنجاز أو هدف نحققه سيجعل لنا حافزا إضافيا إلى تحقيق المزيد من الأهداف. وهذه الأهداف كما قلنا يجب أن تكون مرنة. في وضع الأهداف والتعامل مع الخطط سنجد أن هناك أهداف لا تتحقق بسهولة، وأن هناك ظروف خارجية قاهرة أو أسباب كثيرة تمنع النجاح، منها أسباب واقعية ومنها أشخاص قد يكونون أعداء للنجاح يؤثرون على هذا النجاح، يؤثرون على خطتنا التي وضعناها. وهناك هذه الأمور يجب أن نتعامل معها ونضع لها خطط بديلة، ونركز في التحفيز على الأمور الإيجابية، نركز على الإيجابيات حتى نبقى قادرين على الاستمرار، حتى نتجاوز العقبات ونتجاوز المشاكل وأعداء النجاح الذين يسببون لنا هذا الإحباط، أو يسببون لنا الكسل، أو يسببون لنا التراجع. لذلك علينا أن نركز على أسباب النجاح، نركز على المرونة في الخطة وقدرتنا على تطويرها بشكل يلائم أو يوازي، بشكل يلائم أو يواكب الخطة، يواكب الإنجاز، حتى نبقى قادرين على إيجاد حلول بديلة وتخطي العقبات.
لكي نحفز أنفسنا للقيام بمجهود ما أو البدء في خطوة محددة، علينا بأن نقوم بشيء يجلب المتعة ويعطينا الطاقة والانطلاق نحو تحقيق الهدف. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. وهناك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. والإنسان إن لم يشعر بالسعادة فإنه يفقد الحافز الداخلي للقيام بالعمل، فإن الأمر يحتاج إلى سعادة. هذه السعادة نكتسبها من الثقة بالنفس، نكتسبها من الثقة بالله، نكتسبها من الهدف الذي نضعه أمامنا. فكما نشاهد أناس كثيرون يقومون بأعمال بسيطة لتكسير الأحجار، ولكن عندما كان تكسير الحجر هذا هو بناء أمة وبناء مستقبل، أصبحت المسألة أهون بكثير على هذا العامل من الذي يكسر الأحجار ليقبض راتبه آخر الشهر. وكل الأمور فيها عقبات، وليس هناك شيء سهل إطلاقا. إنما الأمور تمرين وتعود، إنما الأمور تمرين وتعود. فلنضع لنفسنا هدفا بسيطا صغيرا جدا. فلتخيل أحدنا أنه لديه هدف. من يريد أن يشاركنا؟ من يريد أن يشاركنا في هذا التمرين؟ ممكن أن يفتح المايك؟ أستاذ صالح، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، مرحبا بكم أستاذنا. أهلا بكم أستاذ الكريم، نتشرف بكم وبتجربتكم. ما هو الهدف الذي تحلمون بتحقيقه وترون أنه حال دونكم ودونه شيء، والآن أتت الفرصة لكم لتقوموا بتحقيق هذا الهدف؟ ما هو هذا الهدف؟ كيف تستطيعون أن تصفوه لنا؟ مثلا تخيل نفسك أنك تحقق هذا الهدف، وأنك بوصولك إلى هذا الهدف تضع خطة تتوفر فيها الشروط الأربعة التي التي تكلمنا عنها، كما قلنا: التدريب والمرونة والتخطيط والمتعة أو المتعة. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله إخوتي التربويين جميعا، فرصة طيبة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة. حقيقة كان عندنا أهداف كبيرة، كنا في إحدى الدول العربية وعملنا بمشروع كبير أذهل الجميع في نتائجه. عملنا به لمدة، أنا عملت به لمدة 8 سنوات، ولكن سبقني غيري ب4 سنوات أخرى. استطعنا الحقيقة، يعني كان الهدف هو تخريج طلبة متفوقين وعلى مستوى أن يكونوا على مستوى قادة من خلال المدارس، كنا نسميها المدارس النموذجية. وأعددنا لهذه المدارس حقيقة خطة استراتيجية مدتها في الأولى كانت 5 سنوات، ثم أيضا وضعنا 5 سنوات، لكن تفاجأنا بإصدار قرار وزاري بإلغاء المدارس النموذجية لأسباب هذه يمكن لا يتسع المجال لشرحها. علما طلبتنا واللي كان معظمهم من من خلفيات جاهلة، يعني ليسوا من أسر متعلمة، ومع ذلك نافس طلابنا الذين تخرجوا من مدارسنا طلبة جامعة كامبريدج في بريطانيا، وكان لهم قصب السبق في كثير من الأمور. ثم شكلنا نادي للخريجين من مدرستنا، وبدأ عمل حقيقة ممتع جدا جدا. أحبطنا بعد ذلك بقرار سياسي جائر بإلغاء هذه المدارس، لأنهم يبدو لا يريدون أن نخرج جيلا مفكرا. يريدون، نحن توفر لدينا عاملين، والعامل الثالث واجهنا عقبة. برأيك وضعنا خطة وبدأنا بالتدريب وبدأنا بالعمل، ولكن أتانا عائق، فكيف كانت المرونة في التعامل مع هذه القصة؟ أو ما رأيك، ما هو البديل
الذي يمكن أن يتوفر لاستمرار هذه الخطة بصورة جديدة أو ببديل جديد؟ حقيقة الأمر أستاذي دائما المرونة يعني دائما لا يمكن تطبيقها عندما تواجه قرارا سياسيا كبيرا وزاريا حكوميا بإغلاق هذا المشروع، إغلاق هذا المشروع. لكن نعم. حقيقة عندما أتيت إلى إسطنبول والآن صار لي يعني مدة سنوات. ألو نعم. تفضل دكتور تشويش فقط. نعم تنسمنا الحرية وحرية التفكير. بدأت حقيقة بوضع مشروع لتخريج أو مفكرين قادة لكن من الكبار، لأنه الحقيقة لم يتسنى لي يعني العمل مع الصغار، لأنه هذا المشروع يحتاج إلى من يؤمن به قبل أن يفكر بالربح، وهذه مسألة نادرة يعني عملية. نعم إذن المرونة هنا بتغيير الخطة، بتغيير المستهدفين، نعم، وتحقيق إنجاز في مجال معين أو في ساحة أخرى، تغيير ساحة العمل. نعم نعم أنا الآن طبعا أعمل مستشارا تربويا في مدارس القدس كوليجي في اسطنبول بباشاكشهير لمدة 3 أيام. حقيقة يعني أوزع الخبرات وأنشر الخبرات التي اقتنصتها من المدارس النموذجية في تلك الدولة الشقيقة، وعسى ولعل أن يعني أن يكون هناك أذرع لنا من المعلمين لنشر ما توخينا نشره في تلك البلاد. أيضا هذا يعني حاجة خلينا نقول إحدى القنوات التي نعمل بها، لكن الطرف الثاني طرف خاص جدا، ما زلت في طور الإعداد النظري الحقيقة، وأعددت عدة مواد هيكلية لبعض المواد، خلينا أقول هيكلية لبعض المواد، واستطعت أن أكتب مراجع لكل مادة، ولكن تحتاج هذه إلى ورش عمل، تحتاج إلى تمويل، وما زال هذا العائق موجودا. فلنبقى ضمن التمرين ونركز على النقطة الرابعة وهي الفرح أو السرور أو السعادة. هل يمكن أن تصف لنا سعادتك عندما ترى أو رأيت ثمار هذه التجربة، عندما قلت أن حقق الخريجين على مستوى العالم تقدم وسبق في عدة مجالات؟ لا شك حقيقة يعني أريد أن أنبه إلى قضية، وكلنا تربويون هنا في هذا في هذه الندوة الطيبة، أن أهم فرح أو أعلى مستويات الفرح يحققها الطالب ونحن طلاب ولو كنا كبرنا هو الإنجاز، شعوره أنه قادر على الإنجاز، والإحباط هو قتل للشخصية، ولذلك الإنجازات هي دفع نفسي معنوي كبير للطالب التلميذ سواء كان كبيرا أو صغيرا، على أنه ليس نسمة وإنما شخصية فاعلة في المجتمع على الصعيد التربوي والفكري والثقافي وغير ذلك. فلذلك الحقيقة الإنجاز يعني عندما كنت ألتقي بطلبتي الذين الآتين من كامبرج، كان معظمهم يذهب إلى كامبرج، حقيقة أشعر بمتعة ما بعدها، متعة تساوي أموال الدنيا كلها، وخاصة عندما صمدوا في أمام الموجات الفتن. تعرفوا هذول الشباب ذهبوا إلى الدراسة في عالم الغرب ولكنهم كانوا صامدون أمام التغيرات المجتمعية وأصروا على التفوق، والحقيقة كانوا حتى يقولون قلنا لنا أن الشرقيين يعني، وهكذا صارت نفسية جديدة عندهم أن نحن الشرقيين متفوقون على الغرب، والدلالة على ذلك أن معظم أساتذتنا في كامبرج ليسوا من العرق الأوروبي وإنما كان منهم الهنود والصينيون والعرب المسلمين وغيرهم. فحقيقة طلبتنا أيضا كانوا ذاهبون وهم متسلحون بالعلم والإيمان، ولذلك سعادتنا كانت لا تعدلها أي متعة في الدنيا كلها. نعم طيب بارك الله بكم أستاذ صالح على هذه المشاركة الطيبة. حققنا الشروط 4 لعملية التحفيز، الخطة والتدريب والمرونة والسعادة، والسعادة هي الحافز والمحرك الأساس. وهما ننطلق لموضوع آخر، ماذا لو لم يتم تحفيزك من الآخرين؟ ماذا لو وجدت في محيطك عقبات؟ ماذا لو قال لك الأهل كما يقول الأهل لكثير من أبنائهم مع الأسف مهما فعلت لن تقدم ولن تؤخر؟ أو عندما يكون أستاذ غير
تربوي في مدرسته ويقول للتلميذ بص ايدي اذا بيطلع منك شيء كما يفعل بعض المدرسين. وهناك كثير من الناس في المجتمع يسخرون من الضعيف، يسخرون من ربما الذين لا يفهمونهم، يسخرون من المختلفين، يسخرون من أصحاب الأفكار الغير مألوفة. فهناك عقبات كثيرة من المجتمع. فماذا لو لم يحفزنا الآخرون أو لم يساعدنا الآخرون في تحقيق الأهداف؟ ننظر عبارات الإطراء والمديح من الآخرين، سواء من المديرين في الأعمال، سواء من المسؤولين أو من المدرسين أو حتى الأصدقاء والأقارب، وربما في بعض الأحيان من الوالدين. علينا أن نبرمج عقولنا الباطنة على أن تستجيب لردات الفعل الداخلية وليس الخارجية، وأن نتعامل مع آراء الآخرين عنا على أنها لا تعبر بالضرورة عن أنفسنا. فنحن بأنفسنا علينا أن نحفز أنفسنا ذاتيا، علينا أن نفكر في مشاريعنا، أن نشد الطاقة الداخلية التي تحفزنا للقيام بهذه المشاريع، وأن نجد الطاقة الداخلية التي تمكننا من إثبات ثقتنا بأنفسنا، من إثبات أحقية أفكارنا وأصدقية أفكارنا، وتحفزنا على إنجاز الأفكار بتحويلها إلى مشاريع وتحويلها إلى إنجاز. كيف نحفز أنفسنا؟ نعرف أن الإنسان لديه طاقة، لديه طاقة كامنة، ولكنها في بعض الأحيان تخلو تضعف. ولكن هناك أدوات ممكن أن نستخرج هذه الطاقة، ممكن أن نشحنها عن طريق الألفاظ والأقوال والكلمات التشجيعية لنفسك. عندما يشجع الإنسان نفسه عند ذكره لله سبحانه وتعالى، عند تأمله في خلق الله سبحانه وتعالى، يبرمج الإنسان عقله الباطن عندما يعتقد بأنه سيجد القوة الداخلة لديه، القوة الداخلية الدافعة الكامنة في داخله. عندما يبرمج الإنسان نفسه على أنه لن ينتظر أي دعم من أحد، لن ينتظر أي إطراء أو أي تحفيز من أحد، إنما عليه أن يجد التحفيز من داخله. وأيضا هذا التحفيز كما كل الإنسان يحتاج إلى مكافأة، فلا مانع أن تكافئ نفسك بعد نجاح أو بعد مجهود يستحق الإطراء. ممكن أن تشتري لنفسك هدية، زجاجة عطر، أقراص كمبيوتر إذا كنت تحب الكمبيوتر مثلي أنا، الذهاب في رحلة ربما. كل هذه الأدوات التحفيز أدوات تجعل الإنسان يخرج من الضغط. الضغط إذا وقف الإنسان تحته وعجز أن يتحرك فإنه يثقله ويعجزه ويكبله ويمنعه من القيام بأي شيء. إذن عليه أن يعمل على إخراج نفسه من هذا الضغط بأي وسيلة من الوسائل. مثلا المروح، أن نحدد أهدافنا في الحياة ونكتبها. في بعض الأحيان تكون المصيبة مصيبة أو مسألة بسيطة جدا، أو تكون المشاكل مع عقبات سهلة ولكنها في أعيننا تكبر لأننا نراها دفعة واحدة، أو نراها وعندما نستحضر المشكلة عادة نستحضر كل المشاكل التي مررنا بها ولا نستحضر المشكلة التي أمامنا فقط، وهذا يعني أمر واقع. فإذا نظرنا إلى المشكلة التي أمامنا نرى كل المشاكل في رؤوسنا مختلفة غير موجودة، ولكننا استحضرناها مع وجود مشكلة آنية بسيطة يمكن حلها بشكل سهل. لذلك علينا أن نحدد أهدافنا في الحياة ونكتبها، لأن الكتابة توثق كل ما نفكر فيه وتحدد لنا وتضع لنا أطر لما نفكر فيه، فلا تبقى الأمور غير منضبطة. فبدون معرفة الأهداف المنشودة لن يكون لنا خطة للوصول إلى الهدف. عن طريقة المكافأة، عندما أكافئ نفسي عند أي نجاح أو مجهود يستحق الإطراء، هذا الأمر يجعلني أشعر بسعادة، أشعر بالمكافأة، أشعر بأني خرجت من تحت الضغط وأريد أن أنطلق إلى تحقيق الهدف. عن طريق تعلم كل ما هو جديد في تحقيق نتائج، حيث أن نتائجنا هي من سيتحدث ويثني علينا. أنا عندما أقوم بأي عمل، عندما أفشل
لأي سبب من أسباب الفشل علي أن أبحث عن المشكلة، أتحلى بالمرونة، أنتقل إلى بديل عن هذه المشكلة، بديل عن هذا الحل، ثم أزيد نفسي وأزيد كفاءتي وأرفع خبراتي حتى أستطيع أن أتجاوز المشكلة. ربما أسست شركة فوقعت في مشكلة مالية، هذه المشكلة المالية إنما هي مشكلة صغيرة، أستطيع أن أتجاوزها بتعلم أصول المحاسبة مثلا، وتعلم أصول المعاملات المالية أو إدارة الشركات المالية. بعد ذلك عندما أتعلم هذه التقنيات والمهارات الجديدة، إذا طبقتها في تحقيق الخطة فإني سأزيد من كفاءتي، وهذه الزيادة في الكفاءة يرفع أيضا نسبة الثقة بالنفس، ويرفع المرونة لدي، ويجعلني قادر على التعامل مع خطط وأهداف جديدة والتعامل بأسلوب جديد. فالظروف التي نمر فيها ليست ظروفا خارجية قاهرة أو بسبب أعداء النجاح، فيجب علينا أن نجد المشكلة في أنفسنا، نجد لها الحل الذي يساهم في تطوير هذه الخطة، ونتحلى بالمرونة. أيضا من أجل الطاقة كما قلنا، لابد من مكافأة أنفسنا ولو بقالب حلوى. طبعا ما هو سكري في ياخذ سكر دايت أو حلوى دايت. ممكن نكافئ نفسنا بزجاجة عطر، ممكن أن نكافئ نفسنا بصلاة ركعتين في جوف الليل، أيضا هذه مكافأة، وهذه ترفع المعنويات وتنقي القلوب وتروح على النفس، وتجعل ثقتنا وصلتنا بالله سبحانه وتعالى أكبر بكثير من أي عقبة. ربما باستراحة، نعم، برحلة استجمام. ممكن أن أسأل سؤال، ما هي آخر مكافأة كافأتها لنفسك ومنذ متى؟ ما هي آخر مكافأة كافأتموها لأنفسكم ومنذ متى؟ كم مر عليها من الوقت؟ أسبوع، شهر، سنة؟ دكتور صالح؟ والله يا أخي أنا بدي أضحكك شوي. يعني أنا كافأت نفسي الحقيقة بشغلة كبيرة جدا ربما يعني يعسر على الآخرين عملها. يعني نعم، أنا أعتقد تزوجت بالثانية. دكتور صالح، نحن يعني نريد مرونة في الموضوع. لا حقيقة، يعني عندما أنجزنا الحمد لله رب العالمين، خرجنا صيادلة، وخرجنا ناس ماجستيرات، وخرجنا ناس بكالوريوس من أولادنا، كافأنا نفسنا ثم بهذا. هي مسألة. المسألة الأخرى حقيقة أنا دائما قادر على هذه المكافأة، نحتاج إلى مكافأة بسيطة. حقيقة أنا دائما كنت أكافئ نفسي بأمور لا أملها أبدا، وهي الجلوس مع الخلان، نتبادل الأطراف الحديث في القضايا العلمية والثقافية والندوات الفكرية في بيوتاتنا. يعني كنا كل أسبوع نخصص يوما واحدا لموضوع محدد، يعني نقول صالح مثلا عليه بحث كذا مثلا، والجميع، أنا أحضر البحث والجميع يحضر الأسئلة والمداخلات. قبل بأسبوع كنا أسبوعيا في عندنا جلسة علمية ثقافية، وكانت حقيقة مكافأة وساهمت في إثراء حياتنا الثقافية والنفسية والاجتماعية أيضا. نعم، قراءة الكتب أيضا، قراءة الكتب لمن يشعر ويرى رحلة حج ما شاء الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالحج والعمرة. قراءة الكتب، قراءة قصص الناجحين، قراءة سير العظماء، فنحن نشاهد أشياء غريبة تكاد تكون لا تصدق، قد أثرت وغيرت تاريخ البشرية، وليس تاريخ شخص واحد بحد ذاته، وكانت عبر الإصرار والمرونة والمثابرة والمتابعة، فغيرت حياة أشخاص وغيرت حياة أمم. ولا أريد أن أذكر قصص بعينها، لأنها القصص هنا لا تكاد تنفذ، وخصوصا قصص العلماء وقصص الناجحين وقصص أهل العلم. أيضا الثقة بالنفس تساعد على تحفيز الذات. عندما يشعر الإنسان أن هناك مشكلة، ولكن المشكلة محيطة عقبة موجودة في طريقه، وهذه العقبة هي عبارة عن اختبار،
وهي عبارة عن تحدي جديد علينا أن نرفع مستوى التحدي عندنا. وأنا أثق بنفسي أن لدي القدرة على أن أرفع مستوى التحدي وأن أخوض هذا الغمار هذا الأمر، وأنا أريد أن أنجح ومستمر وثقتي بنفسي أني أستطيع أن أنجح. هذا أمر أيضا من الأمور التي تساعد على كسر الملل وكسر التعب والإرهاق. أيضا فكر ببطء ونفذ بسرعة، وهذه من الأقوال المهمة جدا. عندما أفكر في شيء، وهذا يعني رحم الله جدي كان يقول لي كتر أسئلة وقلل برمان، يعني اسأل كثير ولف قليل. فكثرة التفكير وكثرة الأسئلة وكثرة تداول الموضوع يعطي ثراء للفكرة، وعندما تصبح الفكرة ناضجة جاهزة العمل يجب أن يكون بسرعة، العمل يجب أن يكون خطوة بخطوة، لأن التكاسل في العمل يؤدي إلى فشل المشروع أو إلى خسارة المشروع. أما التفكير يجب أن يكون بتأني وروية حتى نستوفي كل المعلومات، كل الشروط، كل التجارب، كل الخبرات. فإذا نفكر ببطء ونفذ بسرعة. وتحلى بالإيمان، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى سيجعلك تعلم أن كل ما يحدث فيه هو في مصلحتك، ولذلك لن تفكر بسلبية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا لا مكان للسلبية في أفكارنا. متى نحفز ذواتنا؟ متى نحتاج إلى جرعة التحفيز؟ متى نحتاج إلى هذه الجرعة؟ نحتاج إلى جرعة التحفيز عند الشعور بانخفاض الطاقة أو النشاط أو الحماس لإنجاز عمل أو تحقيق طموحات. عندما نشعر بأنه لا داعي ولا جدوى من تحقيق الأهداف أو للقيام من الفراش في الصباح، عندما نشعر أننا بحاجة لمضاعفة الجهود والإسراع في تحقيق الأهداف، ومع ذلك نشعر بأننا غير قادرين على القيام بهذا العمل، إذا نحن الآن حالتنا تشخيص الحالة بحاجة إلى تحفيز، بحاجة إلى تحفيز. البطارية فضت ونحن بحاجة إلى تحفيز. عندما نريد القيام بخطوة أو الإقدام على مشروع ونرى أنه ناجح، ولكن يصاحبنا إحساس بعدم القدرة على القيام به، فنحن بحاجة إلى تحفيز. عندما نشعر باللامبالاة بما يجري، نقول البطيخ يكسر بعضه، مهم نحن ماشي الحال وما في مشكلة، فنحن بحاجة إلى تحفيز حتى نستنهض معنوياتنا ونبدأ بعمل جديد. عندما نشعر بالاكتئاب والعياذ بالله تعالى ولا نرى أي بريق أمل في الأفق، إذا نحن فقدنا الشعلة ونحن بحاجة إلى تحفيز لنستعيد هذه الشعلة ونستعيد العمل ونستعيد الهمة العالية. كيف نتحكم بالمؤثرات الداخلية؟ قلنا المؤثرات الخارجية كلها وإن كانت موجودة ولكن ليست هي المؤثر الحقيقي. المؤثر الحقيقي هو مؤثر داخلي. فكيف نتحكم بالمؤثرات الداخلية؟ المؤثرات الداخلية، أولاً أن أقول لذاتي ألفاظاً وأقوالاً وعبارات تشجع بها نفسي وبرمجة عقلي وتكرارها والاعتقاد بها من أجل تقوية الدافعية لتحقيق الأهداف. التوقف عن التفكير والتحدث بشكل سلبي عن النفس وعن الذات فإنه يقلل من الثقة بالنفس ومن السعادة في الحياة. التفكير بإيجابية، إنما يشعر الإنسان به من سعادة وحماس وقوة هو عبارة عن مجرد أفكار نزرعها في دواخلها ونتصرف وفقا لها. مارس التفكير التخيلي دون الاسترسال بالأحلام. طبعا عندما نفكر بإيجابية، نفكر بالمستقبل، نجلس جلسة تأمل، ننظر إلى مستقبلنا ونحاول أن نضع له خطة مشرقة جميلة. هذا أيضا من الأشياء التي يساعد على تقوية الدافع الداخلي، ولكن لا يجب علينا أن نسترسل بالأحلام، بل علينا أن ننضبط بالإمكانات حتى لا تكون
مجرد أحلام لا واقع لها. التفاؤل الدائم بدون تجاهل الواقع. خصص وقتاً لتقدير عملك المتقن. يعني ما ضروري توقف قدام المراية أو نقف قدام المراية طول نهار أنا شعراتي حلوين، طبعاً ما في شعر، ولكن لازم أعطي وقت لحتى إذا عندي عمل متقن أتأمل هذا العمل، أشعر بالسعادة والفرح من أجل استمداد الطاقة للاستمرار. حاور نفسك دائماً وتذكر أفضل جهودك. عندما يرى الإنسان وفي نفسه الصورة الإيجابية يصبح له طاقة أعلى وقدرة أعلى على السعادة، يصبح لديه طاقة ومخزون من السعادة كافي لمده بالطاقة للقيام بأعمال جديدة. أما إذا كانت الصورة الداخلية عن نفسك ضعيفة أو مهزوزة أو غير سعيدة، فإن هذا المخزون سينضب وهذا المخزون سيضعف، وبالتالي لن أستطيع أن أستمد منه الطاقة الإيجابية من أجل الاستمرار. فإذا يجب أن أذكر نفسي بأفضل الإنجازات، بأفضل ما لدي، أن أركز على أفضل ما لدي، فهذا الأفضل يساعدني في فهم أو في مد الطاقة عندي وشحن طاقتي من أجل الاستمرار. الحرص على أن يكون الحديث الذاتي إيجابي. يعني أنا دائماً أعمل وأنا موقن بالإجابة، أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا موقن بالإجابة، أعمل العمل وأنا موقن أرى النجاح أمامي. فإن لم يكن النجاح أمام عيني باستمرار فإني لن أستطيع أن أصل إليه. إن لم يكن النجاح أمام عيني باستمرار فلن أستطيع أن أصل إليه. وكل ذلك يجب أن يكون له خطة ذات أهداف واضحة مجدولة جدولا زمنيا مرنة قابلة للتنفيذ. وتابع ما قمت به من وسائل وما حققته من نتائج. دائما أطور الوسائل وأبني على النتائج وأتقدم دون أي توقف. التوقف يقتل العمل ويقتل الهمة ويقتل الإنجاز. طبعا المؤثرات الخارجية لن تنتهي، وفي غالب المؤثرات الخارجية لا نريد أن نقول كلها سيئة، ولكن في غالبها تكون سلبية وفي غالبها تكون حاجبة أو صادة عن العمل. ابتعد عن السلبيين وصادق الإيجابيين. بكل بساطة الإنسان عندما يجد أناس سلبيين يجب أن يبتعد عنهم ويصادق الناس الإيجابيين. هناك مثل مشهور عند أهل الشام، صاحب السعيد تسعد وصاحب الشقي تشقى، شيك. فهناك معادلة اجتماعية يقولون أنت متوسط لخمسة أشخاص هم أصدقائك. فهؤلاء الخمسة الذين يحيطون بك، وهذه من ضمن الهندسات الاجتماعية التي تعتمدها مواقع التواصل الاجتماعي، فأقرب خمس أشخاص إليك أنت الوسط بينهم في كل شيء. أنت الوسط بينهم بالإيجابية، أنت الوسط بينهم بالمال، أنت الوسط بينهم بالمستوى التعليمي، أنت الوسط بينهم بالمستوى الاجتماعي، أنت الوسط بينهم بطريقة التفكير. دائما هؤلاء الخمسة المحيطون بك، الدائرة الصغرى هي التي يقال عنها الدائرة المحيطة التي تتشكل منها أفكارك وإيجابياتك. إما هم يؤثرون عليك وإما أنت تتموضع في وسط هذه الدائرة. لذلك عليك أن تبتعد عن السلبيين وأن تصادق الإيجابيين. إذا كانت هذه الدائرة تحتوي على سلبيين فابتعد عنهم، وإذا كانت هذه الدائرة فيها إيجابيين فحاول أن تعزز منهم. لذلك أنت تقول لكل شخص يحطمك أن هذا رأيك، يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن يكون خطأاً، ولكن في نفسك عليك أن تعتقد أن كل شخص يقوم بصدك أو بتحطيمك أو يحاول تحطيمك إنه على خطأ وإنه مستبعد من هذه الدائرة حتى تستطيع أن تحافظ على طاقتك وتستمر. لا تبرمج عقلك الباطن على استجابة لردات الفعل الخارجية. فرأي الآخرين عنك ليس بالضرورة رأيك عن نفسك 100%. فحفز نفسك بطريقتك ذاتياً. عندما سئل
فرويد أو إينشتاين من اخترع الكهرباء؟ من الذي اخترع الكهرباء؟ أديسون. أديسون. المصباح الكهربائي. أديسون. 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 حاضرين الحمد لله، يعني أنتم موجودين معي يعني مش غائبين. الحمد لله رب العالمين. عندما سئل أديسون كم مرة كم تجربة قمت من أجل اكتشاف الكهرباء؟ قال قمت بمئة تجربة. فقالوا إذا خطة مئة تجربة فاشلة. قال لا، بل أنا تعرفت على مئة تجربة أو مئة طريقة لا يمكن فيها اختراع المصباح الكهربائي أو إصدار الضوء. فإذا المسألة كيف ننظر لهذه التجربة في أنظمة الجودة وعلوم الإدارة؟ لا ننظر إلى الأمر على أنه خطأ أو صواب، إنما ينظر له مطابق للمواصفة أو غير مطابق للمواصفة. ما الفرق؟ شو الفرق بين هذين النظرتين؟ في النظرة الأولى عندما أقول خطأ وصواب، يعني أنا هذا خطأ يجب أن أخفيه لأنه قد يسيء إلي، قد يؤثر على سمعتي. فكلمة خطأ تشعر بالنقص، فهذا التأثير السلبي يؤدي إلى عدم القيام بما يلزم. أما إذا قلت هذا أمر غير مطابق للمواصفة، فإن عندها نقول كيف يصبح مطابق للمواصفة؟ هذا السؤال البديهي. فإذا عندما يكون لدينا تصور سلبي عن المسألة أو تسمية سلبية، فإن سنشعر بالنقص. أما إذا وجدنا أنها غير مطابقة للمواصفة، فما الذي سنفعله للقيام؟ إذا حولنا الخطأ أو حولنا المسألة من خطأ شخصي إلى إنجاز، إلى خطوة غير في غير محلها، فنحن سننظر إلى الأمر على أنه وسيلة للتحفيز وليس وسيلة للتعييب أو للتنقيص من القيمة. فعندما تكون الأعمال بذاتها ليست كأشخاص، عندها يصبح عندها قدرة على تحفيز النفس وعلى تطوير الأعمال وعلى إيجاد الطاقة الداخلية من أجل تحفيز ذواتنا. في بداية كل يوم نقول لأنفسنا، أنا اليوم مهما سمعت من تثبيط للهمم، مهما حصل من مؤثرات خارجية، مهما قام آخرون من محاربتي، مهما قام آخرون من منعي القيام بما أسعى إليه، مهما حاول آخرون من القول عني بأني مجنون، وهذه وسائل المثبطين في كل زمان ومكان، فأنا سعيد وأنا مصر على هدفي، ولن أسمح لأحد بأن يؤثر على قراراتي، بل علي أن أسعى لتحقيق أهدافي والحفاظ على سعادتي والقيام بما رسمت له وما خططت له وما أريد القيام به. هذه الأمور كلها تساعد على التحفيز. التحفيز يأتي من الداخل ولكن ليس بمجرد كلمات. يعني التحفيز الداخلي مش أني أقف قدام المراية وأقول أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد وداخل تصير سعيد، أكيد لا، ولكن الاعتقاد والإصرار على تحقيق الأهداف يجعل من الأمر حقيقة. فالإنسان يبدأ بالتفكير، عندما يبدأ بالجهر بأفكاره يعني أصبحت هذه الأفكار لديها القوة في داخله حتى تصبح ظاهرة على لسانه، حتى تتحول إلى كلمات. وهذه الكلمات إذا بدأ الحديث عنها وكثر حديثه عنها، فإنها تتحول بعد ذلك إلى أفعال، وهذه الأفعال ربما تكون مرة أو مرتين أو ثلاثة، ولكنها إذا كثرت أصبحت سلوكاً، وهذا السلوك إذا دام أصبح دائماً، فمن شب على شيء شاب عليه. مثل أخونا صادق، أخونا الدكتور صالح أو الأستاذ صالح تكلم عن الزواج، نحن لا نستطيع أن نجرؤ أن نتكلم عن الموضوع، يعني لأنه هذا مجرد أفكار، إذا أصبحت أقوال وعليها أصبحت أفعال تصبح خطر يعني. خير إن شاء الله. في
في طريقنا إلى التحفيز هناك كثير من المقولات التي تساعدنا على تحفيز النفس، التي تساعدنا على استخراج الطاقة الكاملة في داخلنا، وتساعدنا على إيجاد هذه الطاقة المخفية وكيفية توظيفها، توظيفا صحيحا من أجل الوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه. من هذه المقولات أن القدرات غير المستثمرة هي قدرات مهدورة، إذن علينا أن نحافظ على قدراتنا المهدورة واستثمارها، يعني الحفاظ عليها باستثمارها. هذه القدرات يجب أن نضع لها خطة لاستثمارها. عندي مجموعة قدرات معينة، أي قدرة عندي لا أستثمرها فهي تهدر وبنفس الوقت تخبو، فإذا أجب علي أن أضع خطة لهذا العمل أو خطة لهذه القدرات من أجل توظيفها بتوظيفا صحيحا، أستثمرها فيها وأزيد من قدراتي. السر الحقيقي وراء النجاح هو الحماس. لا يمكن لشخص أن ينجح وهو خمول، أجب عليه أن يشعر بالحماس، يعني يجب عليه أن يكون يرى هدفه وكأنه حقيقة والكل حوله لا يرون ذلك الهدف، ولكن هو عليه أن ينظر إلى هذا الهدف وكأنه حقيقة وينظر إليه على أنه مجسد أمامه ويسعى لتحقيق هذا الهدف من أجل أن يصبح هذا الهدف حقيقة. إن لم يفق خوفنا من الفشل، إن لم يفق حبنا للنجاح على خوفنا من الفشل فإننا لن ننجح. إن لم يتفوق خوفنا على الفشل، إن لم يتفوق حبنا للنجاح على خوفنا من الفشل فلن ننجح. يتكون النجاح من انتقال من فشل إلى فشل بدون فقد الحماس. فنحن عندما نسير كمن يجري يسعى إلى هدف، إذا وقع قام وتابع المسير، إذا لم يكن لديه هدف عندما يقع لن يجد دافعا من أجل القيام، ولكن من يرى هدفا فإنه يسير إلى هدفه دون أن يشعر بما يقع من أجله، دون أن يشعر بالعقبات حتى لو كانت كبيرة. هذه الحفر التي يقع فيها الإنسان إذا كان يسعى إلى هدف وهو مركز على هذا الهدف فإنه لن يستسلم، أما إذا لم يكن أمامه هدف يسعى إليه فإن أقل عقبة ستجعله يجلس وينتظر ويفكر في حجم الوقوع الذي وقع فيه ولن ينظر إلى الأمام أبداً ولن يفكر بالقيام. لا شيء عظيم يمكن أن يتحقق فجأة، وهذا أمر ضروري جداً وكلنا مقتنعون به. الأمور العظيمة لا تأتي فجأة، لن يبيت الإنسان ليلته مرهقاً متعباً ثم يستيقظ فجراً فيجد نفسه مدرباً مشهوراً أو ثرياً غنياً يملك الأموال أو يجد نفسه طبيباً جراحاً خبيراً أو مهندساً عظيماً، بل عليه أن يقوم بكل الأعمال اللازمة. يجب عليه أن يقوم بالتأهيل اللازم ويصبر على هذا التأهيل خطوة خطوة، وعليه أن يزيد من كفاءاته ويرفع من همته ويحقق إنجازات. فلا شيء يتكلم عنا أكثر من الإنجازات، فإنجازاتنا هي التي تتكلم عنا، وإنجازاتنا خطوة خطوة نبنيها. لا يمكن أن نبني إنجازاتنا بين ليلة وضحاها، نبدأ إنجازا تلو الآخر تتراكم فيما بعد بينها، تتراكم وتتكاثر حتى تصبح كبيرة ونقول فلان ذو خبرة كبيرة. ماذا نعني بالخبرة الكبيرة؟ الخبرة الكبيرة هي عبارة عن تجارب فاشل وتجارب ناجحة تعلمنا منها الاثنتين الناجحة والفاشلة ما هي أفضل الطرق للقيام بالعمل بالشكل الصحيح والشكل الأمثل. فإذا التجربة ليست كلها نجاحات، إنما التجربة والخبرة فهي جزء كبير منها أعمال فاشلة، هذه الأعمال تراكمت حتى أصبحت خبرة، فنقول فلان خبير دولي، يعني أنه مر بفشل كبير جدا حتى أصبح يعرف الفشل من الخطأ
أصبح يعرف الفشل من النجاح، وأصبح يميز كلاهما، وأصبح يميز كل المسائل بتجربتها واختبارها، وبذلك أصبح صاحب خبرة. اجعل من العقبات تعثر فيها أحجارا ترتقي عليها، وهذا من المقولات الجميلة جدا، أن الحجارة أشبه العقبات بحجارة صغيرة، وهذه الحجارة نجمعها ونضعها فوق بعض حتى تصبح سلما نصعد به نحو النجاح، ليست عقبات تسد الطريق أمامنا. إذا كان الشيء يستحق أن تقوم به فعليك القيام به بشكل جيد. الأمر الذي يستحق المهمة الكبيرة، يستحق العناء، يستحق الجهد، كإنجاز أو تربية المميزين أو إعداد القادة، فهو أمر علينا القيام به، وعلينا القيام به بشكل جيد، بإتقان، بخطة واضحة ورؤية مستقبلية مميزة. ليس هناك حقا أخطاء في الحياة، فقط هناك دروس. كل هذه الجمل تعطينا رؤية مختلفة للحياة، تعطينا رؤية مختلفة لما ننظر إليه. فنحن عندما ننظر إلى الحياة على أنها مجموعة دروس، ليست هناك فيها أخطاء أو مشاكل، إنما هذه دروس، درس نتعلمه من أول مرة، ودرس نحتاج أن نتقنه فنكرره أكثر من مرة. فهذه الدروس نتعلم منها، وإنما عندما نتعلم هذه الدروس تزيدنا خبرة ولا تزيدنا عقبات. لأنك لا تخسر حقا إلا إذا توقفت عن المحاولة. نحن نشاهد كثيرا نملة تحمل طعاما وتحاول أن تخرجه أو تنقله إلى منزلها، وإذا وجدت عقبة فهي تحاول أن تحمل هذا الطعام وتصعد به على هذا الجدار، أو تصعد به إلى الثقب الذي ستدخله منه إلى منزلها، فإنها تحاول وتحاول حتى تدخل هذا الطعام إلى ثقب منزلها. وإن أوقعت هذا الطعام وتوقفت عن المحاولة فهنا نقول إنها قد فشلت. أما إن لم تتوقف عن المحاولة ولو جربت 100 مرة فإنها قد نجحت بالقيام بمهمتها ولو بعد 100 مرة. وهناك قول آخر، هناك طريقتان لبذل القوة، الأولى هي أن تبذلها لتنميتها، والأخرى أن تبذلها لإهدارها. فماذا تقرر أنت؟ أن تبذل قوتك لتنميتها أو أن تبذلها لإهدارها؟ إن بذلتها لتنميتها فعليك أن تواظب، وإن بذلتها وشعرت بالفشل وتوقفت فأنت قد أهدرتها. هناك أيضا مقولة، ليس كافيا أن تبذل قصارى جهدك، يجب أولا أن تعرف فيما ستبذل جهدك ثم بعد ذلك تبذل قصارى جهدك. يعني بذل المجهود في المكان الخطأ يعطيك نتيجة خاطئة. هنا ضرورة التخطيط الواضح والرؤية الواضحة من أجل العمل. ربما نظرت إلى خريطة جوجل على هاتفك ووجدت الطريق، ولكنك لم تبذل عناء من أجل أن تحدد الاتجاه، ثم قمت بالسير ل10 دقائق ثم نظرت إلى الخريطة وجدت نفسك قد سرت باتجاه الخطأ، فقد بذلت مجهودا ولكن في الاتجاه الخطأ ولم تصل إلى هدفك، بل ابتعدت عن الهدف الذي كنت تسعى إليه. لأن تصبح الأول أسهل بكثير من أن تظل الأول، هذا أمر معروف. أن تفوز بالسباق، أن تبدأ السباق وتسرع، ستصبح الأول بوقت قصير، ولكن هل تستطيع أن تظل مواظبا على هذه السرعة طوال السباق؟ أيضا النصر لا يأتي إليك إلا إذا ذهبت إليه، فالنصر ليس هدية مجانية لأحد. عندما تحدث عن إنجازاتك، عندما تتحدث إنجازاتك عن نفسها لا تقاطع، وهنا نوع من مكافأة النفس ومن الهدايا التي يهديها الإنسان لنفسه. عندما يتحدث الإنجازات عن نفسها لا تتوقف لتقاطعها، بل اتركها تتحدث عنك لتزيد من طاقتك
لترفع من شحنة الطاقة الإيجابية لديك حتى تستطيع الاستمرار. دعني أفوز، ولكن إذا لم أستطع الفوز فتكفيني شجاعة المحاولة. وإن كان هذا الأمر فيه شيء من الإيجابية، ولكن إحساس بهدفي أو بشرف الهدف إنه كفيل بالتحفيز من أجل المحاولة. وإذا كان التحفيز من أجل المحاولة شجاعة وإحساسا بكرامة هذا الموضوع، فإنه يساعد في تطويرنا ويساعد في شحن الطاقة الإيجابية لدينا من أجل الاستمرار. الكثير من الناس يتلقون النصائح، ولكن الحكماء فقط يستفيدون منها. مثل أقول النصيحة بجمل ونصيحة ببلاش وما حدا بده إياها، وبكرة بصير النصيحة بجمل وما في جمل. عندما يكون الإنسان يتلقى النصيحة ولكن لم يجربها، لم يلمس التجربة، لا يستطيع أن يستفيد منها بشكل مناسب. ولكن إذا لمس التجربة بيده أثناء عمله أثناء خبرته، عندها يصبح حكيما، وهنا يستفيد من التجربة. كما قال الحكماء يستفيدون من التجربة. يمكن لقلم رصاص وحلم أن يأخذك إلى أي مكان. هنا تستطيع أن تدون أفكارك، تستطيع أن تجعل من هذه الأفكار حقائق، وتستطيع أن تجعل من هذه الأفكار أحلام. هذه الأحلام إذا سعيت لتطبيقها تستطيع أن تنجز ما لا ينجزه كثيرون. لا تحكم على يومك بكم حصدت فيه، بل بكم زرعت فيه. فالإنسان قد يحصد في يوم ثمارا قليلة، ولكنه زرع للمستقبل ثمارا أكبر. فهذه المزروعات التي زرعها هي أيضا حصاده، ولكن ليس في هذا اليوم. وهنا دعوة إلى بعد النظر، دعوة إلى النظر في الأفق، دعوة إلى التفكير بإيجابية والنظر إلى المستقبل بإيجابية. هناك طريقتان تنشر بهما النور، أن تكون شمعة أو المرآة التي تعكسه. لا طريقة ثالث كما يقول إيديث وورتو، أن هناك طريقتان لنشر النور، إما أن تكون أنت الشمعة وإما أن تعكس هذا النور. ولكن لا تكن الذي يطفئ هذا النور أو الذي يقف في وجه هذا النور. لقد وجدت أنه حين تحب الحياة فإن الحياة تحبك بدورها. تذكر إنما مهما فعلنا في هذه الحياة فنحن لا ننهزم حتى نيأس وننسحب. لا يمكن أن تيأس حتى ولو لم تفعل شيئا سوى البكاء. قف على قدميك من جديد وأرهم أنك لم تيأس مهما حدث. انسى كل الأسباب التي تجعلك أو ستجعلها تفشل، التي ستجعل نفسك تفشل، وركز على إيمانك بالسبب الوحيد الذي سيجعلها تنجح. إذا أردت أن تتنبأ بالمستقبل اصنعه. هنا أريد أن أذكر قصة. أحد مدراء الشركات وضع عنده في باب الشركة صباحا شرطا سوداء كتب عليها: مات اليوم من يعيق تقدمك في العمل. فكلما دخل رجل لينظر من الذي مات، حضر الموظفون صباحا وبدأوا بالدخول، وكلهم يريد أن يعرف من الموظف الذي كان يقف في طريقي، من الذي كان يريد أن يقف عقبة في طريقي واليوم مات واسترحنا منه، فمن هو هذا؟ كلهم بدأ بالدخول. فكلما دخل إلى هذه الغرفة ليرى من الذي مات، وجد مرآة عكست له صورة نفسه. فإنه عندما رأى نفسه علم أنه هو الوحيد الذي كان يقف عائقا في تقدمه أو في طريق نجاحه. إذا أراد أن ينجح عليه أن يزيح هذه الصورة النمطية، وأن يبدأ بأن يبدأ بوضع خطة، بأن يبدأ بالعمل، بأن يبدأ بالحلم. الأحلام تنطلق منها كل الأفكار. نحن اقتربنا من النهاية، فأريد أن أقول لكم قصة جميلة. هذه القصة تتحدث عن
طريقتنا في رؤية الأمور. في ملخص ما نقوله وما جاء في دورتنا اليوم أن الإنسان متأثر بمحيطه الإيجابي والسلبي، وهناك حوافز داخلية وحوافز خارجية، والحوافز الخارجية ليست إلا محركا لحوافز داخلية ولأمور داخلية نريد أن نثبتها. فإذا المحرك هو محرك داخلي، وهذا المحرك لن يتحرك ولن تشتعل جذوته ولن تنطلق ضوءه ولن يشتعل نوره إلا إذا كان لنا حلم نسعى لتحقيقه، هدف نسعى إليه. لن يكون لنا في هذه الحياة قدرة وطاقة لنستمر ونكتمل إلا إذا كان لنا هدف، وهذا الهدف كان كبيرا إلى درجة أننا عشقناه ورأيناه أمامنا حقيقة واقعة لا يمكن أن نتخلى عنها. وهذا الهدف علينا أن ننظر إليه على أنه أكبر ما نريد أن نحققه، وأن حبنا له يفوق كل فشل وكل خوفنا من كل فشل ومن كل عقبة، وأننا مستعدون لنبذل لهذا الهدف كل الإمكانات المتوفرة والمتاحة من أجل أن نصل إلى هذا الهدف. عندها تصبح لدينا الطاقة الكافية من أجل تذليل العقبات ووضع الخطط والاستمرار ورفع الهمم وتجاوز كل المشكلات واكتساب الخبرات من خلال حياتنا من أجل تحقيق أهدافنا. فإذا نحن نسعى لهدفنا بهمة، وهذه الهمة تنبع من حلم. نحلم بتحقيق هدف، وهذا الهدف وهذا الحلم هو الذي سيتحول إلى وقود يشعل همتنا ويقوي عزيمتنا لنصل إلى أهدافنا ونحقق الهدف الأسمى من لقائنا ونحقق الهدف الأسمى من حياتنا، ألا وهي السعادة. السعادة التي نشعر بها في تحقيق أهدافنا، السعادة التي نسعى لتحقيقها أو للوصول إليها بتحقيق أهدافنا، إنما تنطلق من داخلنا ومن ذواتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.